الو الو، ايوه هذا هو الرقم. ابو حمدي موجود؟ مين قل له؟ لك اهلين ابو يامن، تبشر انا ابو لربحي. خذ خذ خذ. اهلين ابو يامن، طولت علي سيدي. رحت لعندون؟ اي لا، ال 414. اي سامحك سيدي، سامحك. ايوه اعوذ بالله. شو لك فهمنا لسه؟ ايه بلا حببت لي بدني. ايه معلوم سيدي، معلوم مصلحة البلد فوق كل شيء. بس سيدي ايه لا، فهمه فهمه سيدي. اكيد لا طبعا، انا مستني. مع السلامة سيدي. شوف يا ابو حمدي، هيئتك مو مرتاح. شو بدي لك يا ابو صبحي؟ سمعتني باذنك. قال ابو يامن راح لعنده، بس قال شغلته صعبه لربحي، يعني قال له ارتباطات وفي الفرع 414 طالبوا كمان، بس يخلصوا منه ب 313 بدهم ياخذوه على الفرع الثاني. بقى الله يجيرنا من ال 515 يا رب. الهي لا يوفقهم، الهي لا يدر لهم بركه، ان شاء الله ما بيشوفوا طريق الخير يا حق الهي. لك ما صدقوا امتى لقطوه، هذا تبع ارتباطات يا جماعه، تبع ارتباطات. سامتي الحيطان الادانه. صبحي اخوك له معارف شيء وانا ما بعرفهن؟ اعوذ بالله بابا، كل ما عارفهم نعرفهم. صبحي احكي، لا تخبي علي شيء حتى نعرف نتصرف. يا بابا يا حبيبي، ربحي ما له علاقه بالسياسه، منو بعمره ما فتح جريده. معناها صار لازم اتصل بنقيب الاطباء. اعطيني هالتليفون من عندك ابو حمدي. لحظه دكتوره، ما خليتيني كم في كلامي. وقال يا ابو صبحي انه واصلهم اخباريات انه انت معه وعم تسب عليه. شفت ابو صبحي، النصيحه كانت بجمال ما عم تقبلها، هلا بضامي على سكر ما عم يقبل. وقلت لك لا تحكي قدامه شيء، بيهورك. ليك وهورك، الله ليوفقك وليأشعك خير يا ابو اياد. ما صدقت ابو صبحي حكى كلمتين حتى ناقشت تقرير من كعب الدس. يا لطيف يا لطيف، اللهم اني لا اسالك لطف القضاء بل اسالك اللطف فيه. احكي يا حبيبي، ليش اخذينه؟ ليش اخذينه؟ ليش اخذينه؟ لك ما بصير انك تاخذه. لك يا حبيبي شو بتكله؟ شو بتكله؟ مين هذا؟ شو بتكله؟ انا ما بكله شيء، انا خايف عنده. شو بتكله؟ شو بتكله؟ انا لك انا بعلمك شيء اخي، عرفت لي بعلمه لاخوك. يا بابا بعلمه. بابا لا مو بابا. I'm gonna go.